ليش نتحمل صدمات الأجداد؟ ما ذنبنا؟ طيب لماذا يقول الله عليكم أنفسه؟ يعني كل حد يتحمل مسؤولية نفسه. حلو يعني كوجهة نظر كذا فيها فلسفة أنه طيب إيش دخل في دخل مدري إيش. طيب مثلا جدك السابع عنده ثقب في القلب، بعدين طلع ابنك فيه ثقب في القلب، إيش دخل بدخل؟ ما أنت يعني ما أخذ من دمه وما أخذ من لحمه، صح ولا لا؟ إحنا نفهمها تلقائيا بالطريقة المادية. يعني ما أقولك شلون أنت تقول ليش نتحمل حنا دم، ما أنت من نسلة، أنت ما أخذ الدم حقه يعني. فهو عنده ثقب في القلب، فابنك صار عنده ثقب في القلب، عادي صح؟ عادي، نقدر نقبلها، نقدر نتقبلها، نقدر نتقبل إنه الجد عنده ثقب في القلب والحفيد عنده ثقب في القلب، عادي، إيه يصير جينات تتناقل عادي ما في مشكلة. بس إحنا نتقبلها في المادة، بس ما نتقبلها في الشعور وفي الأفكار، مع إنه نفس الشيء نفس الشيء. وعشان كذا ترى كانت الحرب الكبيرة في عند الأنبياء والأفاتارات، كانت حروبهم إنه يا عمي أفصل، اقطع قصة الفكر هذه اللي جاية من الأجداد، ستوب، لازم هي تنقطع، لازم تسوي ريستارت. في فترات من فترات التاريخ كان لازم تنقطع القصة الأجداد هذه فكريا، لأنه الجسد الفكري ثقيل ما يقدر يوصلنا لآخر القصة، ما يقدر يوصلنا أوريدي، هو جررنا على الشوك يعني أكثر من كذا في فترة من الفترات. وبرضه في الأثر أنه على رأس كل كذا يأتي شخص يجدد الفكر، الموضوع أنه الإنسان خلاص يتوقف عن أنه ينقل أفكار مهترئة لا تناسب، لازم في فكرة جديدة تناسب القصة الجديدة. وهذه صعبة لأنها عبارة عن تحرر ترى من الصدمات وتحرر من الكارمات القديمة، أنك أنت تتحرر من الفكر اللي حملوه الأجداد. ما هو زال، بس احنا نعرف ان احنا فعلا اصلا احنا غالبا احنا متدبسين بالافكار، متدبسين بالجسد الفكري. صديقتي تقول هل الوعي بصدمات الاجداد كافي لتنظيفها؟ بعضها نعم، لانها اصلا قد ما تكون قوية عندك، يعني قد ما تكون شيء قوي جدا، لكن بعضها تحتاج الى عمل. وبعضها يحتاج إلى قرارات كبيرة في حياتك، بعضها يحتاج إلى دراسة. يعني مثلا إذا عندك كارما أجداد، كارما فقر، يعني هل تتصور أنه إذا جدك فقير وأبوك فقير وأمك فقيرة وكذا أنه بسهولة راح تكون ثري؟ ولا شخص نشأ في بيئة ثرية بسهولة راح يكون ثري؟ واضح الموضوع صح؟ واضح. عشان كذا عشان انت تبغى تنقل حالتك من حالة الفقر الى حالة الثراء، انت محتاج اول شيء انك تعي انك انت متورط بالصدمة هذه والقصة هذه والكارما هذه، وبعدين تشتغل عليها. محتاج انك تدرس، تتعلم، تنقل الوعي حقك، تنقل الطاقة، بعدين تقدر. كيف أحمي أطفالي من صدمات الجنسية وأنا بنفسي مو قادرة أتخطاها؟ شوفي، تكلمت عن هذا الموضوع في صدمات الأجداد. ترى الصدمات لها وجهين، لها القصة اللي أنت عايشها ولها الطرف النقيض. يعني ما أستبعد أنه أم تعرضت لصدمة تحرش أو صدمة اغتصاب أنها تقفل على بناتها في البيت لأنها خايفة عليهم وتحميهم، وفعلا تستطيع أنها تحميهم، فعلا تستطيع أنها تحميهم، بس لا يعني أنها تحررت من الصدمة، ولا يعني أنها تحررت من الكارما، يعني أنها الصدمة مستمرة والكارما مستمرة. عشان كذا بناتك راح يفلتون بناتهم، تقولك بالطقاق يعني إيش صار ما صار، كذا هي تستمر الصدمة وتستمر القصة. فهو الموضوع انت تبغين تحمينهم، بتقدرين اذا انت عندك حالة وعي بتقدرين، ولا الموضوع انه انت بتكسرين الكارما وبتكسرين الصدمة. وما اعرف ليش انت ما تقدرين، ليش تقولين اني انا ماني قادر يعني انقذ نفسي، ماني قادر انا اتحرر من الموضوع، ما اعرف ليش. اعتقد انك انت تقدرين، بس انك يمكن ما عرفتي الأداة المناسبة، بس
بس انا اقترح عليك انك تحضرين ابانوس، راح تساعد كثير. انا اتحرر من عبوديه اعجاب الاخرين بي. لاكس الله، جدي من ابوي كان ثري جدا، وجدي لامي كان محارب من اللي حرروا الجزائر. اوه والله جينات، ها والله جينات. انا عندي جدي لامي، جدي محمد هذا الثري. هذا اللي حنا يعني متصلين في قصة الثراء من هناك. ولا من طرف جد أبوي من طرف الأب، هذولا جاهم مجاعة مجاعة مجاعة، جد فقر يعني، شيء يعني قوي شديد يعني، تحكى في التاريخ، مجاعات التاريخ. جدي مات وما انتهت كارمته، كيف نوقفها؟ قصدك انه مثلا خلنا نقول ما زالت التبعات تؤذيكم، ولا هين حتى لو ماتوا هي ما توقف القصة، بس مثلا خلنا نقول متدين من نص المدينة، كل شوي واحد طاق الباب عليكم، أبوكم متسلف مني كذا مثلا، للأسف إنكم أنتم بتسددون. سوري يعني على القصة، بس يعني للأسف إنكم أنتم بتسددون. تذكرون لما كانت معنا واحدة قصة، أو هي أرسلت رسالتها، نسيت، أبوها يعني كان يلعب بالفلوس لعب، ويعني صار عليه ديون وطلبها فلوس ووقفت وأخذت الريموت كنترول وأدارت الموقف وضبطت الموضوع. أي يعني ممكن أشخاص كانوا حاضرين القصة وما صححوها. فنعم راح تحملون هذا جزء من اختباركم، جزء من قصتكم. يعني الناس اللي عاشت حياتها بدون أجداد راح يكون لها فراغ عاطفي من هذه الناحية، فراغ عاطفي. خليني بس أفهم الموضوع، يعني أنا أحس الموضوع فيه قصة رجل وامرأة، يعني فراغ عاطفي. خلنا نقول إنه أنت مثلا شخص عشت متبنى، فبالتالي الأجداد اللي موجودين ما هم أجدادك البيولوجيين، فهل أنت بتعيش في فراغ في جسدك المشاعر لأنه أجدادك موجودين؟ أول شيء اللي بيبني الجسد المشاعري في الغالب الشخص اللي عنده عقود الأثير، وإذا أنت متربي عندهم ففي أم في الغالب هي اللي عليها مسؤولية بناء هذا الجسد. لكن thank you. لكن في اللحظة اللي ممكن عرفت فيها ممكن يكون صدمة معرفية وبالتالي انهار الجسد المشاعري، وتبعات هاي الصدمة انه انت شعرت بهذا الشعور. اما انه انت ما انت عارفهم او ما انت متصل فيهم، جيناتهم تشتغل في دمك في جسدك المادي، ومن الممكن جدا في طبائعك المرتبطة بالفكر والشعور والطاقة thank you. واللي ربوك راح يعطونك ايضا جزء من الكارما، اكيد راح تشيل منهم كارما، مع انهم ما هم بيولوجيين بس راح تشيل منهم كارما. جدتي وامي ازواجهم تزوجوا عليهم، وانا زوجي تزوج علي، كيف اكسر الكارما؟ ابغى اقول لك ابدي بتنظيف العار. عموما احنا عندنا معرف العائلة يعني يهتمون يسألون إذا الولد لما يتقدم الخطوة يقول أبوه متزوج عمة جدة، لأنهم العائلة كذا يتعلمون من بعض، الرجال يتعلمون من بعض. فإذا أبوه يعني يعرف القصة ففي احتمالية أن ابنه يعيد نفس القصة، في هذه الاحتمالية. وإذا أنت شفتي أمك قامت بهذه القصة، أو خلنا نقول مرت عليها هذه القصة وكملت يعني حياتها عادي، فزوجك هو عارف الموضوع،
عرف الموضوع فعادي هذا شيء دارج أو مقبول فتصير يعني سويتوا لها داونلود هذه الكارما بطريقة أو بأخرى. لكن أنا بقترح عليك إنك أنت تنظفين العار، نظفين العار، ابدأي بهذه النقطة. جده متزوج 6 أي تلقين عيالة يا واحد بقلده بيتزوج يصير مزواج زيه، يا البقية ماخذين موقف مرة حاد من موضوع الزواج أنه لا مستحيل، شوفوا أبويا يتورط، شوفوا وين يتورط في القصة والموضوع صعب كذا، فمعناه أن الكارما ما زالت تشتغل. ما شفت أجدادي لا من الأم ولا من الأب. قصدك إذا مرتبط الموضوع بالكارما أو الصدمة تنتقل، بس شفتي أمك وأبوك تنتقل تشتغل، لأنه هم مين اللي سوالهم الداولاد؟ أمهم وأبوهم، فكأنه أصلا جدك وجدتك هم اللي عطوك الموضوع. يعني تخيلي أنه جدك وجدتك هم عندهم معتقدات ومبادئ وأفكار وكذا، أعطوها يعني صبوها في قدر، وبعدين أمك وأبوك أخذوا هذا القدر وصبوا لك، ما وصلت كلها بس جزء كبير منها وصل. فحنا كذا يعني أكيد القريبين تأثيرهم كبير، الأجداد القريبين تأثيرهم كبير. هل يصاب الشخص بالوسواس القهري بسبب الصدمة؟ أبغى أقول أنه الشخص المصدوم أحد علاماته متلازمة بعد الصدمة أنه الشخص المصدوم يعلق في تكرارات الجسد الفكري، يعلق مثل التأتأة، مثل تكرار فعل معين، فكأنه يضغط زر يضغط زر مرة بعد مرة مرة بعد مرة بعد، لأنه قفل عليه الجسد الفكري بعد الصدمة. فأي أبغى أقول في صدمة، أكيد في صدمة، أكيد في صدمة. وإذا ما في صدمة معناها النضج خلص، محتاجين نكبر القصة. كيف أعالج أني أتغدى على الأحزان؟ شي عرفته من جديد. تيم حبيبتي أنتي تفتحين أغنية حزينة وتعيشين الجو كذا، وبعدين تحطين نفسك في سياق قصة حزينة بعدين تعيشين القصة وكذا. حبيبتي أنتي أي هو الحزن عنده هذا العمق. أقترح عليك تحضرين جلسة الحزن تساعدك أنك أنتي تنظفين هذه القصة. قد يكون فيه صدمة وقد ما يكون فيه صدمة، مرات هي تراكمات الحياة، ومرات أنه أنتي يعني كنتي في شعور وتنازلتي عنه وهربتي من شعور آخر وما واجهتي شعور آخر. مرات نقول لما يتراكم الغضب وتستسلم من عند الغضب تروح للحزن، أحد الاحتمالات، ما نعرف يعني، ترى كل واحد يعني يختلف عن الثاني، بس هذه أحد الاحتمالات. المهم أنت لا تخلي نفسك، ما دام اكتشفتي في هذه لمبة انفتحت ما ودك تنكسر اللمبة ولا تطفأ بعد مرة ثانية. إذا طنشتي يعني لما تجيك معلومة عن نفسك اركض وراها، اشتغل، امشي على اللي بعده، ما تبغى تفقد هذا الاستحقاق. يعني أنت ما صدقتي خبر أنه أنت تستحقين أنك تتنفسين، أنت فتحت لك لمبة. بليز لا ترجع كذا تنام وتفقد اللمبة هذه، متى تنفتح مرة ثانية؟